اوكي خلينا نكمل. بدأت الدراما اللبنانية مع الإذاعة اللبنانية بالثلاثينات والأربعينات، وبعدين انتقلت للتلفزيون مع افتتاح تلفزيون لبنان أواخر الخمسينات. انتشرت الدراما اللبنانية ونقلت شخصيات محلية تاريخية للشاشة كبربر آغا، أبو ملحم، وأبضاي البسطة، أبو العبد. كرست شخصيات جديدة اللي صارت جزء من ثقافتنا مثل شوشو، أبو سليم، فهمان، وشكري، وشرشبيل. لا، شرشبيل بلجيكي مزبوط، بس كان جوزيف نانو هو شرشبيل اللبناني، قصدي دبلج له صوته للعربي. هو لا شك يمكن في شبه بين جوزيف نانو وشرشبيل، اذا كان بادوار الشر او حتى بالشكل كمان، ممكن ما بعرف ليش لا. مهم، شهدت الدراما اللبنانيه ايام عز وايام مثل تيز فؤاد. بالستينات وصلت للقمه وانتجت اعمال بعده لهلا تلفزيون لبنان بيعرضها، مش لانه ما في عنده غير هالارشيف ونازل فيه عرض، بس عشان في عليها طلب كثيف من الجمهور. اهم هالمسلسلات واشهرها على الاطلاق المسلسل اللي من وراه بعده اكرم سلمان لهلا بينام والضو مضوى وبوسي بتنام مع تيدي بير. المسلسل هو 10 عبيد صغار. 10 عبيد صغار، قاهر الكبار والصغار معا، هو بالاساس قصه لاجاتا كريستي. عمل اكثر من فيلم وترجم لاكثر من لغه، بس المسلسل اللبناني بالابيض والاسود والغنيه المسمى تعيته كانت النسخه الاكثر رعبا. 8 عبيد صغار راحوا سوا مشوار، واحد منهم ضاع وبقيوا 7 صغار. وبالثمانينات كانت العالم اما بالملاجئ او عم تحضر الدنيا هيك. الدنيا هيك، الدنيا هيك، الدنيا هيك. وشاهد هالمسلسل حادثة غريبة، لا مش حادثة استنساخه من قبل غسان الرحباني وقطته الأربع، لا مش هيدا هو الشيء. بتصوير إحدى الحلقات أقدم الممثل إلياس رزق على الانتحار بالفرد، أطلق على نفسه الرصاص وانتحر. لا، العوجي مش أول من نعملها بلبنان، دايما منحوس الصبي حينفقس لما يعرف انه ما كان أول واحد بيعمل هيك. كمان ما بدنا ننسى مسلسل المعلمة والأستاذ وبيرو مثله الأعلى لفؤاد. وبهالفترة دخلت الـ LBC على الانتاج الدرامي وقررت منافسة تلفزيون لبنان وعملت مسلسل لينعرض بالوقت اللي ما في برنامج ألعاب لزياد نجام. عملوا مسلسل بيت خالتي وكانت فرصة للأشخاص يلي بيلقطوا LBC بالمنطقة الغربية يعرفوا كيف التيبكال العائلة المسيحية بتكون. اجت التسعينات والسلم الأهلي والحركات القرعة وانحبس الحكيم والنفى الجنرال. لحظة، شو غصيدة بالدراما؟ ما بعرف. مهم، وقف المدفع وهبت العاصفة مرتين، ونط النجار من المسرح للتلفزيون، وغصت المحطات بالمسلسلات أقل ما يقال فيها أنه بتشبه حصص التربية المدنية بالمرحلة الابتدائية. وكأنه اللبناني اللي طالع من حرب محروق سليف وناقصه مروان نجار يجي رب الأخلاق بداخله. ما عملنا السهل وما ضيع وقتك عشان ما بيحلو. مفاجئ جدا بوقتها أنه مسلسل العاصفة تهب مرتين نجح، وهو بالأساس كان مسلسل صغير وكم حلقة. قام شافوه نجح، زادوا عدد الحلقات وبلشوا مط بحريمه. بس الشيء الإيجابي إنه كسر التابوات تبعية الدراما اللبنانية، وبطلوا أسامي الأبطال وحيد وفريد وسعيد وجهاد ونبيل، صرنا نسمع أسامي مثل محمد.